دكتور دلوقتي احنا اتكلمنا ان من الوسائل اللي تقدر الاسره تتعامل بيها كحل ان انا الاقي له بديل، هل كمان من الحلول ان يكون في حوار واعي مع الطفل، ان انا اقنعه واقول له ان بيحصل واحد اتنين تلاتة وان سلوكك ممكن يحصل له كذا، ولا الحوار ده ما يحصلش مع اي طفل؟ مش كل الأطفال بتتقبل إنها تسمع الكلام، هي بتستمتع بحاجة بتبقى عايزة تستمتع بيها، فممكن الأهل طبعا يتكلموا معاه ويقولوا له إن ده خطر، إن ده مش كويس، إنما كمان ممكن يحددوا له الفترات اللي يتعامل فيها أو يتواصل من خلال الألعاب دي أو من خلال الفكر ده بالذات، وقت معين. طبعا ويحددوا له وقت، ما يسيبوش الدنيا مفتوحة. يعلموا الطفل من الصغر حاجة كويسة قوي، إن هو إزاي يعمل تايم مانجمنت من الأول، ينظم وقت. طبعا إحنا وإحنا صغيرين نتعلم إن ده وقت للعب، ده وقت للأكل، ده وقت للمذاكرة، ساعة للموبايل في اليوم، بقية اليوم إحنا هنمارس أكتيفيتي معينة، اللعبة في نخرج كل أسبوع مثلا مع أصحابنا في جنينة في نادي في أي مكان لو في إمكانية. وبالتالي الطفل بيتعود من الأول إن حياته منظمة، ما يبقاش أطفال عندنا بيناموا طول النهار بيصحوا طول الليل قلبين اليوم قاعدين يلعبوا طول الوقت، والأهل ما عندهمش اهتمام إن هم ينظموا الحياة بالشكل الصحي السليم من الأساس. الطفل ينام وقت ما ينام، اصل معلش اصله في اجازه، اصل معلش اصلهم مش عارفه ايه، بيسيبوا الدنيا يقول لك يعني احنا هنقعد على نفسهم في الدراسه وفي الاجازه، كده مش صح. يعني هو المفروض الاجازه دي برضو نتعلم ان هي لاستغلال الوقت، بس للاسف ثقافه استغلال الوقت في الاجازات مش موجوده عندنا نهائي. انا حابه نرجع بقى بمناسبه كلام استغلال الوقت وفي الصيف وفي الاجازه للبدايل مره تاني. ايه البدايل اللي انا اقدمها لطفلي؟ وعايزين الحقيقه يكون في اكتر من بديل وتنوع، علشان كل طفل اكيد مش هيناسبه اللي بيناسب الطفل التاني. على حسب الطفل وسنه. يعني في اطفال انا شفت واحده مذيعه معروفه في القناه الخامسه عشان انا من اسكندريه، واقفه في الهيئه العامه للكتاب ومعاها طفل وبينقوا كتب قصص للأطفال، وبتقوله طب إيه رأيك دي، ولا ناخد ده، ولا أنت إيه رأيك تحب تقرأ ده. فكون إن إحنا نشارك الطفل وناخده ونحاول ننقيله كتب ننمي اهتماماته بالقراءة في اتجاه معين، دي حاجة كويسة المفروض الأهل يهتموا بيها جدا. هو مفيش أهم من القراءة. أو إن ليا صديقة كانت بتقولي وإحنا في المدرسة كنا بنتعلم حرف، يعني هي كانت تحب تروح ويعلمهم في الصيف، في الصيف مش في الدراسه، ده زمان بقى انهم يروحوا. لا مش من زمان قوي. يتعلموا زراعه، عشان كده هي بتحب الزرع جدا وماليه بيتها زرع وبتهتم بيه. بيحبوا يعلمهم تصليح الحاجات، يعني اعز هديه عندها ان حد يجيب لها مثلا طقم مفكات تبقى سعيده وهي بنت، لدرجه اي حاجه تبص تقول لهم انا اي مصلح، يعني حتى بيتريقوا عليهم خليك انت سبعاوي زي فيلم عيلة زيزي. هو بقت هوايه عندها كده. طبعا تخيلي انك تعملي له شغف بحاجه، بهوايه او بتصليح حاجه او انه حاجه يشغل فيها مخه، هتفضل الحكايه دي عنده كهوايه. يربي حيوان. على فكرة الحيوانات الأليفة اللي الناس بتقول حرام عليكم هي فراغ، أو يتريقوا على الناس مثلا اللي بيحبوا القطط والكلاب والكلام ده، هو أنت لما تجيب حيوان لطفلك بتعوده على المسؤولية، بتعوده على الرحمة، بتشغل وقته أنه هو عنده كائن هو مسؤول عنه بيتواصل معاه، لدرجة أنه يحب يقضي الوقت معاه، يشوف مواعيد أكله ويشوفه تعبان ولا لأ. الحاجات دي كلها بتاخد جزء كبير من وقت الطفل، وبالتالي بتعوده على حاجات إيجابية. يعني دي حاجة أنا مش عارفة الناس ليه بتنتقدها. طيب احنا كده ذكرنا اكتر من بديل واكتر من شكل ازاي الهي طفلي بشكل كويس ومفيد ليه، وفي نفس الوقت هو يكون مبسوط ومستمتع مش مفتقد ان هو يكون بيعمل حاجه يعني بتبسطه.